عبد الله، أنت طبعا كنت موظف بفندق، بعدين درست المرحلة الثانوية دبلومات خاصة من الإمارات، وقريبا قالوا لي أنك رايح تكمل بكالوريوس في بريطانيا، فكلمني عن نفسك وكيف دخلت العمل. دبلومات خاصة. لا لا، كيف بديت العمل؟ بدأت من الدراسة. إيه، أنت الحين كيف لما اشتغلت في الفندق كان أول شيء؟ كان أول شيء شغل لك في الفندق؟ لا، أول شغل شيء وين؟ أول شغل كان إكسبيرينس، تدريب، من ناحية إنه أتدرب على أشياء بدون مقابل مادي كتطوع. جميل. كان هذا الكلام خارج المملكة بدبي. وش الدورات اللي تتذكر أخذتها؟ آخر دورة ولا من البداية؟ تمام. بديت أنا قبل ما أنتقل دبي أخذت خلصت أول ثانوي، وبعدين يوم انتقلت لدبي كملت ثاني ثانوي منزلي، كنت أدرس في البيت، وقت الاختبارات أروح أختبر. وبعدين الثالث ثانوي كان في المدارس الخاصة، كانت مدرسة حكومية، وتخرجت منها الحمد لله. بعدها على طول دخلت دبلوم إدارة فعاليات سنة، والحمد لله تخرجت بشهادة امتياز. ممتاز. وبعدين دخلت كمان دبلوم إدارة فندقة وسياحة لمدة سنة. جميل. وبعد كذا فترة رجعت للسعودية والتحقت ببرنامج رائد في الوحدة الإدارية، أقصد في الوحدة الفندقية. الوحدة كانت عبارة عن عدة قسمين. القسم الأول كان فيه ورشات تطويرية، والقسم الثاني كان فيه تدريب منتهي بالتوظيف من خدمة استقبال كإداري، موارد بشرية أو كمالية أو محاسبة، وخدمة غرف. وحالياً أنا الآن موظف بأحد الفنادق. نعم، جميل جداً. مبسوط في الشغل؟ الحمد لله. طيب، إيش شغلك بالضبط؟ Executive Lounge. جميل جميل، موفق. آمين. طيب، يا رب العالمين. شكراً.